رئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، أولا بغينا نقول لكم عيد مبارك سعيد وعشر مباركة، ونبغي نشكر السيدة النائبة على طرح هذا السؤال المهم. نبغي نذكر باللي الحكومة اتخذت إجراءات مهمة من أجل تحسين القدرة الشرائية للموظفين في إطار الحوار الاجتماعي اللي تصدت له واحد الميزانية بكثر من 14 مليار ديال الدرهم. على سبيل المثال للحصر كان رفع من الحد الادنى للاجور ل 3500 درهم، حذف سلم 7 بالنسبه للموظفين المنتمين لهيئتين المساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين، وكاين ايضا بالنسبه لواحد القطاعات اللي هو قطاع التعليم العالي وقطاع الصحه، اللي عدد الموظفين ديالو تيتجاوز 70% من الموظفين اللي عندنا في المغرب، اللي كان عندهم واحد احداث انظمه اساسيه جديده محفزه، مراجعه ديال منظومه الترقي، احداث درجه جديده وزياده في الاجور. دونك اعتنينا بهذه الاجراءات المهمه لكثر من 70% ديال الموظفين، وحنا مازالين خدامين على شكرا سيده الوزيره.